مرحبا بالزوز. بعد انتخابات 2024 في تونس، كيفاش نضمنوا اللي القادة المنتخبين يخدموا كيما وعدونا؟ النهاردة باش نشارك معاكم طرق فعالة باش نحاسبوهم. الأولى، المتابعة الدائمة. لازمنا نتبع أداء المسؤولين ونقارنوا بوعودهم وقت الانتخابات. قالوا باش يحسنوا الاقتصاد؟ خلينا نشوفوا الأرقام. وعدوا بتحسين البنية التحتية؟ خلينا نتبع المشاريع الجديدة. الثانية، المشاركة المدنية. الانتخابات وحدها ما تكفيش، لازم نكون نشيطين في الحياة السياسية، نحضر الاجتماعات العامة، نتواصل مع النواب متاعنا، نسألوهم الأسئلة المهمة. الثالثة، استخدام الإعلام. لازم ندعم الصحافة الحرة والمستقلة، الإعلام يولي عين الشعب على الحكومة. نتبع الأخبار، نشارك المقالات، نعطي صوتنا للي يكشف حقائق. الرابعة، التنظيم المجتمعي. ننضم لجمعيات المجتمع المدني ولا نشكل جمعيات جديدة. الجمعيات هذه تتبع أداء الحكومة وتخدم على تحسين المجتمع. الخامسة، المشاركة في الانتخابات. ما نبطلوش ننتخبه. المشاركة الدائمة في الانتخابات تضمن مكافأة اللي يخدمه مليح ونبدله اللي ما يخدموش. السادسة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نشر المعلومات والتوعية بالقضايا المهمة ينجم يكون عنده تأثير كبير. نشاركوا الأخبار، نكتبوا على اللي يصير، نكونوا صوت التغيير. السابعة، الاحتجاج السلمي. كان فما حاجة، ننظم مظاهرات سلمية مش نعبروا على مخاوفنا. التغيير يبدأ من الشارع. والأخيرة، التثقيف. تثقيف روحنا وتثقيف غيرنا على العملية السياسية وحقوق المواطنين هو سر النجاح. كل ما نكون واعيين أكثر، كل ما نكون أقوى. من خلال الخطوات هذه ننجم نخدم مع بعضنا باش نحافظ على المسائل وندعم الديمقراطية في بلادنا. تونس تعول علينا توا أكثر من أي وقت مضى. كان عجبكم الفيديو؟ ما تنساوش اللايك والاشتراك، وخلينا نبدأ التغيير مع بعضنا. شكرا برشا.